محمد رسول الله. الحقيقة أنا شفت في إعلان ومرحبا بكم الآن في هذا البيت المباشر من مدينة القطار بابا، كيفما تشاهد معنا من خلال العنوان يعني بعد العربي تيران ديال العربي الزاولي، كتشاهدوا الآن ملعب القرب عفوا ملعب الرشاد اللي زاروا الوالد المهدي قربت تسالي في الأشغال، يعني كيفما كتشاهدوا معنا ف يعني الأشغال قريبة تسالي. نشوفوا ايضا العمال في هذه اللحظات، نشكرهم من هذا البث المباشر انهم قايمين بالعمل ديالهم. فهذا هو تيران ديال الرشاد الجديد كما تشاهدوا معنا، هو المخطط الجديد. وايضا شكر خاص للوالي المهيديه ايضا العمال قايمين بالعمل ديالهم، فتحيه لهم من هذا المنبر. شركه يعني واقفه على الخدمة ديالها كما تشاهدوا معنا. هذه اللحظات كتشاهدوا معنا مشاهدي قناة شوف دبي في هاللحظات أشغال لا زالت مستمرة وقريبة الانتهاء، يعني بعد ما قام زيارة للوالي ديال المهدية. فهذا هو المخطط ديال الرشاد، يعني كيفما تشاهدوا معنا في القريب أنه ينتهي يعني من بعد الملعب ديال عربي الزاولي. أكيد أخويا عبد الواحد السي المهيدي رجل طيب، رجل إنسان اللي كيخدم وعنده حب الوطن، يعني الرجل المناسب في المكان المناسب.